ونذهب إلى الصحف الهولندية ومزيد من إلقاء الضوء على أبرز عناوين الصحف الهولندية. معنا بسكايب الأستاذ سعيد السبكي من هولندا. أستاذ سعيد، بعد التحية، ما هي أبرز عناوين العناوين التي أوردتها الصحف الهولندية اليوم؟ صباح الخير عليك وعلى كل المشاهدين. ما تزال عملية مقتل البغدادي الأحد الماضي تحتل مساحات كبيرة في وسائل الإعلام الهولندية، أسوة بكثير من الصحافة العالمية والأوروبية. تحت عنوان الاستخبارات الأمريكية كانت على علم أن يختبئ زعيم داعش في إدلب، كشفت صحيفة إنرسي هاندز بلاط الهولندية أن وكالة الاستخبارات الأمريكية كانت على علم منذ الصيف الماضي بأن أبو بكر البغدادي زعيم داعش يختبئ في مدينة إدلب السورية. وتوصلت إلى هذه المعلومات عن طريق مواطن سوري كان قد قام بتهريب أولاد البغدادي إلى مكان اختبائه في وقت سابق. تشير الصحيفة أيضا إلى أن عملية البحث عن مكان البغدادي بالتحديد كادت تصل إلى نفق مسدود وبمثابة ضربة محبطة حال فشل القضاء عليه، الأمر الذي دفع وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA إلى الاستعانة بمساعدة جهاز المخابرات العراقية وتجنيد عدد من العملاء السوريين الأكراد في محافظة إدلب الشمالية الغربية لتحديد موقع اختبائه بدقة. نأتي إلى الخبر الثاني من صحيفة الخمين داغ بلاط، فقد اهتمت بتطورات الانفتاح في المملكة العربية السعودية ونشرت بعنوان في سباق جديد للدراجات في المملكة العربية السعودية، وصفته بأنه رائع للمتسابقين ومشاهدي التلفزيون. جاء في الخبر لقد تم زيادة مساحة مواسم الدراجات مع سباق المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن أكبر مؤسسة فرنسية لتنظيم سباق الدراجات نجحت في عمل سباقا لمدة 5 أيام في العاصمة السعودية الرياض والمناطق المحيطة بها، وستعقد الجولة الأولى في الفترة من 4 إلى فبراير عام 2020، وبعد أسبوع من انتهاء السباق بالرياض ينتقل إلى العاصمة العمانية مسقط. كما أن مضمون الخبر تناول الإعلان عن أهمية المنافسة إلى جانب إمكانية استمتاع المشاهدين عبر شاشات التلفزيون بالمشاهد الطبيعية الجديدة في السعودية. تستمر السيطرة في الإعلام الهولندي على خبر مقتل زعيم داعش، فقد نشرت صحيفة هولندية كبرى مناهض لداعش دعا لمناقشة الوضع بعد وفاة أبو بكر البغدادي. فقد عقدت الولايات المتحدة الأمريكية مع وزراء تحالف دولي واسع لمكافحة تنظيم داعش لحضور قمة خاصة في 14 نوفمبر، سيكون التركيز الرئيسي على كيفية مواصلة القتال ضد جماعة داعش الإرهابية بعد وفاة زعيمهم أبو بكر البغدادي. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن يوم الأحد الماضي في خبر مفاجئ عن مقتل أبو بكر البغدادي، واعتبرها عملية ناجحة نفذتها بدقة القوات العسكرية الأمريكية في شمال غرب سوريا. نعم أستاذ سعيد، لو تأذن لي، يعني كيف، هل هناك مخاوف رصدتها الصحف من مقتل أبو بكر البغدادي من عمليات انتقامية من جانب الخلايا النائمة لتنظيم داعش؟ وبالتأكيد هذه العناصر قد تتواجد في أوروبا. بالفعل عدد من الصحف الهولندية وخاصة كتاب الرأي المعروف عنهم أنهم يتبنوا قضية مكافحة الإرهاب في أوروبا وهولندا بصفة خاصة، أعلنوا عن مخاوفهم بشكل صريح من قيام الذئاب المنفردة بعمليات انتقامية، وخاصة مع قدوم أعياد الميلاد في أوروبا وهولندا. نعم الأستاذ سعيد السبكي الصحفي والمحلل السياسي، كنت معنا من هولندا عبر سكايبي وإطلالة على أبرز الصحف الهولندية، عناوين الصحف الهولندية الصادرة صباح اليوم. شكرا جزيلا ليك أستاذ سعيد.